السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي، نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء في قراءة هذا الكتاب المبارك إرشاد الأنام لمعرفة أحكام الصيام لشيخنا الشيخ نبيل الشريف الأزهري حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به آمين، طباعة شركة دار المشاريع. وهذا بإذن الله عز وجل فيه فوائد عظيمة، ومنها ما فيه من الأحكام والشروط والأركان والمفسدات ومبطلات الصيام، مع بعض المواعظ وبعض السنن نذكرها بإذن الله تبارك وتعالى في هذه القراءة المباركة. ونرجو الله تعالى أن يبلغنا رمضان وهو راض عنا، وأن يوفقنا للصيام والقيام وأداء الطاعات، آمين. نحن والأحباب ومن يسمعنا، فجزاكم الله عنا خيرا، أخلصوا النوايا لله تبارك وتعالى. سنقرأ هذا الكتاب إرشاد الأنام، فكل واحد منا يضبط نسخته بإذن الله عز وجل، وما تيسر من التعليقات لنا بإذن الله نقولها، والله تعالى الموفق، ونسأله أن يتقبل منا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. رواه الدارمي. ابن عمر رضي الله عنهما كان قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل صالح، وقال هذه الكلمات ينقلها عن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، كان إذا رأى الهلال يقول هذه الكلمات، وفيها تعظيم لله، الله أكبر من كل كبير قدرا لا حجما، لأن الحجم هذا صفة المخلوق، الأحجام وصفات الأحجام تنزه الله عنها. ثم قال: بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، الله يثبتني وإياكم على هذه النعمة العظيمة التي هي دين الأنبياء عليهم السلام جميعا، من أولهم آدم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره دعوة: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. رواه الحاكم في المستدرك. وهون يا أحباب نذكر أن الله تعالى في الدنيا وسعت رحمته المؤمن والكافر، حتى البهائم في الدنيا رحمها الله بهذه الشمس والهواء والماء وغير ذلك، أما في الآخرة اختصت رحمة الله تعالى للمؤمنين: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص، الله تعالى أوجب علينا نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن نصوم رمضان. كان في من قبلنا صيام، ولكن كانوا يصومون غير رمضان، وهذا الشهر فضله الله تعالى على سائر الشهور. الله تعالى خص رمضان بخصائص، منها ما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري. القدسي يعني الذي يبدأ بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يا أحبابي لا تتركوا هذه النعمة العظيمة، الله تعالى من كرمه وإحسانه ومنه
وفضله علينا جعل الحسنة تضاعف إلى عشر، بل بعضها يزيد إلى 700. قال: إلا الصيام فإنه لله، هو كله لله، لكن في هذا معناه أنا أجزي به، فقد يعتق الإنسان منا ببركة الصيام، ببركة صيام رمضان، يعتق من النار، يعني يغفر له ذنوبه. فرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة، وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات توفي بعدها صلى الله عليه وسلم. وهذا بدل أن الأحكام كانت تفرض على مراحل وترتيب، وكانت تنزل الأحكام على نبينا بتدرج. يعني شوفوا يا أحباب، السنة الثانية للهجرة، يعني مر عليه كم؟ مر عليه عليه الصلاة والسلام 15 سنة من البعثة، وما كان فرض بعد الصوم. وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين، فمن جحد فرضيته فهو كافر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه، كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. يعني إذا إنسان علم أن الإسلام جاء فيه حكم فرضية صيام رمضان ثم جحدها، يعني أنكرها، هذا خرج من الملة. ويعذر بهذا، يعني لا يكفر، من كان قريب عهد بإسلام خفي عليه، أسلم من قريب، أو كان نشأ في بادية بعيدة عمن يعلم هذه المسألة فما سمعها من أحد فخفي عليه، هذا أيضا لا يكفر. أما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي وهو يعتقد وجوبه عليه فلا يكفر، بل يكون عاصيا وعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها، لأنه ما جحد، إنما هذا تكاسلا ترك. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني طالما هذا لم يستحل هذا الذنب فلا يكفر، ولكن عصى، هذا من الكبائر. والصيام لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وغيرهما من الفجر حتى المغرب، مع النية المبيتة بالقلب. كلنا نسمع أن السيدة مريم عليها السلام قالت لقومها: إني نذرت للرحمن صوما. كان يجوز عندهم في الشريعة التي كانت تمشي عليها السيدة مريم عليها السلام، وهي شريعة التوراة، كانت تمشي على هذه الشريعة، ويجوز عندهم في شريعتهم أن يصوموا عن الكلام، يعني يمسكوا عن الكلام، وأما نحن فلا. وهذا الصيام الفرض علينا تمتنع عن كل المفطرات، وسنذكرها إن شاء الله عز وجل، من الفجر إلى غروب كامل قرص الشمس، لا بد من النية تبيتها في القلب ليلا. والأصل في وجوب صيام رمضان قبل الإجماع آية كتب عليكم الصيام من سورة البقرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. هذا يعرف منه أركان الإسلام 5، أهم أمور الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت يعني لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وتجب مراقبة هلال رمضان، لأنه يجب صيامه بأحد أمرين. هنا يا أحباب نقول إن مراقبة الأهلة فرض كفاية، فرض من باب الكفاية أن نراقب الأهلة لكل الشهور ليس فقط لرمضان، وأما الحساب فلا يعتمد. يعني هؤلاء الذين يعتمدون على الحساب، هؤلاء حرام عليهم، ولا يؤخذ بقولهم ولا يعمل بقولهم، لا بد من المراقبة.
كيف يثبت رمضان؟ كيف ومتى يجب صيام رمضان؟ قال بأحد أمرين: الأول إكمال شعبان 30 يوما، الثاني يعني أو رؤية هلال رمضان بعد مغيب شمس 29 من شعبان، يعني لما تغرب شمس يوم 29 من شعبان بعدها بنحو 3 ساعة جهة الغروب إن رؤية الهلال، فيكون اليوم الذي يلي هو أول أيام رمضان. لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، حجب بينكم وبينه الغمام، أو ما كان هناك غمام ولكن لم نره، فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. فإذا هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام إما أن نرى الهلال وإما أن نكمل شعبان 30 يوما. فمن رأى هلال رمضان صام، ومن لم يره وأخبره مسلم ثقة عدل حر غير كاذب وجب عليه الصيام. هون برمضان يا أحباب بكفي واحد، أما باقي الأشهر يعني مثل العيد شوال وغيره من الأشهر لابد أن يكون 2 ثقات عدول. فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصوم. فإذا هنا أخذ العلماء أنه يكفي أن تأخذ بكلام واحد ثقة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز لمن أخبره صبي أو فاسق يعني دون البلوغ، أو مسلم عاصي واقع بكبيرة، أو امرأة، أو عبد مملوك برؤية الهلال الصوم إن وثق به. يعني للعموم الحاكم لا يأخذ بقول هؤلاء للعموم، أما الشخص الذي صدق هؤلاء واحدا منهم فيجوز له أن يصوم لنفسه، وإلا أكمل عدة شعبان 30 يوما. فإذا أثبت القاضي الصوم وجب الصيام على أهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية باتحاد المطالع أي الشروق والغروب، لا من خالف مطلعهم مطلعها، وذلك عند الشافعي رضي الله عنه، عند الإمام الشافعي رحمه الله. إذا كان اتحدت المطالع يعني من حيث شروق الشمس وغروبها، فكل بلد من هذه البلاد التي اتحدت مطالعها لو بلد منها أثبت فيه رؤية الهلال كلهم وجب هؤلاء هذه البلاد أن يصوموا. أما عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فيجب الصيام على أهل كل بلد علموا ثبوت الصيام في بلد ما، مهما بعدت تلك البلاد عن البلد الذي ثبتت فيه الرؤية، وهذا في هذه الأيام هو الذي يعمل فيه غالبا. فيجب عنده على أهل المغرب الأقصى إذا علموا بثبوت الصيام في المشرق، وكذلك العكس. وهنا يا أحباب بنقول ليس من التفرقة ما يقوله البعض، بدنا نوحد الناس على صيام في يوم واحد كل البلاد فنترك المراقبة بدعوى أنه صار هناك تحديث وصار هناك آلات وصار هناك تكنولوجيا وصار وصار وصار. يا أحباب الله علم في الأزل أنه حيجي وقت يصير في هذه الأمور، ومع ذلك جعل الشريعة واحدة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلا تلتفتوا إلى هؤلاء الذين يهاجمون المراقبة، فإنهم يريدون نقض عرى الإسلام عروة عروة. فرائض الصيام وفرائض الصوم 2: النية والإمساك عن المفطرات، ينوي بقلبه ويمسك عن كل المفطرات من الفجر إلى مغيب كامل قرص الشمس. الأول النية ومحلها القلب، يعني لا يشترط أن يقول باللسان، فلا يشترط النطق بها باللسان، ويجب تبييتها أي إيقاعها ليلا قبل الفجر
لكل يوم من رمضان بالقلب ولو قضاء. يعني عند الإمام الشافعي رحمه الله كل يوم يحتاج إلى نية، وتبيت النية في الليل ولو كنت تصوم القضاء. وهذا الكلام للرجال والنساء. فإذا غربت الشمس على الصائم فنوى قبل أن يتعاطى مفطرا صوم اليوم التالي عن رمضان، ثم لم يعد هذه النية بعد الأكل كفته. شو يعني؟ واحد دخل المغرب ما أكل، ما تناول شيء من المفطرات، لا شرب ولا ماء ولا تمر ولا شيء، فقام شو عمل؟ نوى صيام اليوم التالي. صح لو أكل بعدها وشرب ولو جامع امرأته، هذا لا يضر، ما بده يعيد النية، هذا لا يجب عليه. ويجب أيضا تعيين الصوم في النية كتعيين أنه من رمضان إذا كان عم بيصوم رمضان، أو أنه عن نذر إن كان صيام النذر، أو أنه عن كفارة وإن لم يبين سببها، لأن الكفارات أنواع إلى أسباب. فهو يكفي أن يقول أصوم غدا عن كفارة، لو قال مثلا كفارة ظهار، كفارة قتل، كفارة يمين، لا يشترط تبيين سببها. ثم إنه يجب أن ينوي لكل يوم، فلا يكفي أن ينوي أول الشهر عن الشهر كله عند الشافعي. أما الإمام مالك رحمه الله فيقدر أن ينوي أول الشهر عن كل الشهر. قال العلماء: كمال النية في رمضان، نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. هذه النية الكاملة، والاحتساب يعني عم يطلب لأجر من الله تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. وقال بعض: يكفي أن ينوي في ليلة اليوم الأول منه عن جميع أيام رمضان، يعني بعد أن يتحقق أن غدا هو أول أيام رمضان، فينوي بقلبه عن كل رمضان، فيقول بقلبه: نويت صيام 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة. وعلى الحائض والنفساء إذا انقطع الدم ليلة الصيام أن تنوي صيام اليوم التالي من رمضان وإن لم تغتسل، لكن الغسل يجب عليها لأجل الصلاة. أما من حيث صحة النية وصحة الصيام، لو لم تغتسل صح صومها. ولا يضر الأكل والنوم والجماع بعد النية وقبل طلوع الفجر. يعني واحد أكل، دخل المغرب فأكل، جامع امرأته، نام، ثم بعد ذلك نوى، المهم أن يوقع النية قبل الفجر. ومن نام ليلا ولم ينوي الصيام حتى استيقظ بعد الفجر وجب عليه الإمساك عن المفطرات وعليه قضاء هذا اليوم. لماذا؟ لأنه ما بيت النية ليلا، كل الليل ما مرأ معه نية. هون انتبهوا يا أحباب، هي النية سهلة. واحد منا أحيانا ما بيقوم على السحور، بيقول له أنا بأكل شوي زيادة على الإفطار لأنه ما بقوم على السحور، هيدي نية. ليه؟ لأنه صايم تاني يوم. أو بيقوم بالليل أو بيقول له نسحروني قيموني على السحور، ليه؟ لأنه صايم تاني يوم. وهكذا يعني الواحد منا بيستحضر غالبا مرات النية في الليل، لكن على افتراض ما مر معه نية في الليل، هذا يمسك يعني كأنه صائم عن المفطرات وعليه قضاء هذا اليوم. أما صوم النفل فلا يشترط في نيته التبييت، يعني من أراد صيام النفل فلو استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئا ولم يشرب، يعني ما تناول شيء من المفطرات، ونوى صيام هذا اليوم قبل الزوال، يعني قبل ما تزول الشمس عن وسط السماء، تطوعا لله تعالى، يعني سنة نفل، صح صيامه. الثالث: الإمساك عن المفطرات. يجب الإمساك عن الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغيرا إلى الجوف من منفذ مفتوح، إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح. شيء المنافذ المفتوحة عندنا: الفم، الأنف، الأذن
والقبل والدبر في مذهب الإمام الشافعي، عنده العين ليست من المنافذ المفتوحة كالفم والأنف، ولو كان ذلك أجزاء صغيرة كدخان السيجارة لشاربها، يعني غير اللي هو قاعد حده وكان صائما هذا لا يفطر، أما شاربها يفطر. والقبل والدبر، يعني كمان مخرج البول ومخرج الغائط إذا أدخل التحميل مثلا أفطر، من الفجر تمسك إلى المغرب. ومن أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر، لأنه كان ناسيا ولو في صيام النفل، وهذا فيه خلاف عند العلماء بصيام النفل. ففي الحديث الصحيح من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري. يعني لو كان الأكل والشرب كتير، هذا حصل مع أشخاص كثيرين في الماضي. والاستقاء يعني بيتجنب أن يخرج القيء عمدا، أي إخراج القيء بالإصبع ونحوه، وإن لم يرجع منه شيء إلى الجوف. وأما من غلبه القيء، يعني كان مغلوبا يعني بغير إرادة خرج منه القيء ولم يبلع منه شيئا، فلا يفطر. لماذا؟ لأن الإنسان يا أحباب لما يتقيأ تنجس فمه، بده يطهر تمه هيدا قبل بلع الريق، وما بده يرجع شيء من القيء إلى الجوف وإلا أفطر. يعني إذا رجع شيء عمدا إلى الجوف أفطر، وإن كان ما طهر فمه كذلك بلع ريقه أفطر، لأنه تنجس الريق بالقيء. ولكن يطهر فمه قبل أن يبلع ريقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء يعني غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء يعني تعمد إخراج القيء فليقضي عليه قضاء وجوبا، رواه الحاكم والأربعة. والجماع أيضا يتجنب الجماع وإخراج المني، يعني يتجنب إخراج المني بالاستمناء أو المباشرة. مباشرة يعني عم يلزق بشرته ببشرة هذه المرأة فأخرج المني ولو كانت زوجته، فإنه مفطر. أما خروجه بالنظر ولو كان محرما وبالفكر فهو غير مفطر. يعني على افتراض إنسان بمجرد النظر خرج منه المني لا استمناء ولا جماع ونحوه، فهذا لا يفطر لكن حرام. انتبهوا يا أحباب، نحن نتجنب الحرام لو كان لا يفطر هذا الفعل. ولما كان وقت الصيام من الفجر حتى المغرب وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام. نحن يا أحباب بدنا نعرف أول النهار وآخر النهار، اللي هو كيف يدخل الفجر وكيف يدخل المغرب. فإن المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة، فلا يعتمد على الإسطوانة التي يديرونها وقت الفجر والمغرب، لأنهم يا أحباب ما تعلموا الشرع إلا من رحم الله، وهي لا تخلو من الطيبين. وهذا ليس هجوما على المؤذنين الطيبين، بالعكس نحن نحب هؤلاء، وهؤلاء لهم فضل بهذا الأذان، الله تعالى يجعلنا من المؤذنين، هذا خير عظيم. والفجر هو البياض المعترض بالأفق الشرقي، يعني جهة الشرق، يظهر دقيقا ثم ينتشر ويتوسع، ويوجد في أوله حمرة خفيفة مختلطة ببياضه، ثم حوالي نصف ساعة تشتد هذه الحمرة، فهذا البياض هو الفجر ويسمى الفجر الصادق. فالنية يجب إيقاعها قبل ظهور الفجر الصادق، يعني قبل ظهور هذا البياض. والغروب هو مغيب قرص الشمس كله، أن يغيب كامل قرص الشمس. فمن أكل بعد الفجر معتقدا أن الفجر لم يطلع فسد صومه ولزمه القضاء، وعليه الإمساك عن المفطرات باقي النهار. فإن كان اجتهد فأكل ثم تبين له أنه دخل الفجر لم يأثم، يعني واحد هو اجتهد مش هيك عشوائيا، يعني إنما ظن أن الفجر ما
دخل فأكل، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان دخل الفجر، هذا ما عليه معصية، لكن يمسك ويقضي. كأن اعتمد على صياح الديك المجرب، وكذا لو أكل قبيل مغيب قرص الشمس معتقدا أنه قد غربت الشمس، ثم تبين له خلاف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء هذا اليوم. وأما الذي يأكل بدون عذر قبيل الغروب فقد أثم، يعني اللي هو بيتعمد يفطر قبل دخول المغرب هذا خلاص أفطر حرام. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، وغروب الشمس علامة على دخول الليل كامل القرص. وكذلك يجب على المسلم الثبوت في الإسلام على الدوام في رمضان وغيره، فيجب عليه تجنب الوقوع في الكفر بأنواعه الثلاثة، لأن الكفر ثلاثة أقسام: الكفر القولي محله اللسان كالذي يسب الله والعياذ بالله، أي كلام فيه استخفاف بالله، فيه نسبة صفة من صفات المخلوقين لله أو القرآن أو الإسلام، بعض الناس يسبون دين الإسلام، أو الصلاة أو الصيام أو الكعبة أو الحج أو رمضان أو عيد الفطر أو عيد الأضحى، هذا يخرج من الملة. الكفر الاعتقادي كاعتقاد أن الله جسم، الجسم هو الحجم المركب، فاللي بيكون جسم هذا له أمثال لا تحصى، أما الله تعالى فليس جسما، فمن اعتقد أن الله جسم هذا خرج من الإسلام. أو ضوء، أو اعتقد أن الله روح، أو اعتقاد أن الله في جهة أو مكان أو أنه جالس على العرش، هذا خرج من الملة. الكفر الفعلي كرمي المصحف في القاذورات، كذلك انتبهوا للإمساكية يا أحباب، مكتوب عليها آيات لا ترمى هذه في القاذورات. أو سجود لصنم، والصنم هو الصورة التي اتخذت للعبادة من دون الله. أو السجود لإبليس، أو كتابة القرآن بالبول أو دم الحيض، فإن هذا لا شك فيه استخفاف بالقرآن والعياذ بالله، لأن استمرار إيمان الصائم شرط لصحة صيامه، فالكفر مبطل للصيام، فمن وقع في شيء منها وهو صائم فسد صومه، وعليه العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين لا بقول أستغفر الله، والإمساك بقية النهار ثم قضاء هذا اليوم بعد يوم العيد فورا. ليش قلنا فورا؟ لأن هذا فطر بغير عذر، واللي أفطر بغير عذر بده يصوم القضاء هذا بعد العيد مباشرة، أما الذي أفطر بعذر فهذا معه على التراخي قبل أن يأتي رمضان من السنة المقبلة. يقول المؤلف رحمه الله: شرائط وجوب الصيام. والصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، فلا يصح من الكافر الأصلي، يعني لا نقول للكافر صم نقول له أسلم خل في الإسلام، ولا المرتد يعني الذي كان مسلما وصدر منه كفر وهو على الردة، ما منقول له صم وصلي، منقول له ادخل في الإسلام، ارجع إلى الإسلام. ولا يصح من حائض ولا نفساء، ولو صامتا حال وجود الدم فعليهما إثم وعليهما القضاء. ولا يجب على الصبي، ولكن يجب على وليه أن يأمره به إن أكمل 7 سنين، وأن يضربه على تركه إذا بلغ 10 سنين، هذا لأنه يطيق الصيام، وهذه من الآداب الإسلامية، تركه وهو يطيقه. ولا يجب عليه القضاء، لكن يؤمر بالقضاء من باب التأديب كذلك، إن أفطر، لكن يجب على الولي أمره بالقضاء إن أطاقه. وكذلك لا يجب على المجنون، مرفوع القلم عنه، ولا قضاء عليه، ولا على المريض الذي يضره الصوم، أما الذي يتحمل الصوم هذا يصوم، ولا المسافر سفرا طويلا، اللي مسافر سفر طويل يعني يبيح له القصر
هذا يجوز له أن يفطر وعليهما القضاء، ولو صام المريض والمسافر صح منهما، وإذا ضرهما حرم عليهما. يعني إذا كان يضرك الصوم وأنت مسافر تفطر وجوبا ثم تقضي، والمسافر الذي يريد الإفطار في اليوم الأول من سفره عليه أن يخرج من بلده قبل طلوع الفجر، يعني بفارق عمران البلد البنيان المتصل مثلا يفارقه قبل طلوع الفجر إن أراد الفطر في هذا اليوم. ولا يجب يعني الصوم على العجوز الفاني مخافة التلف والموت، كبر بالعمر يخشى عليه إن صام أن يموت أو يتلف عضو، فهذا لا يجب عليه. مفسدات الصيام، والذي يبطل الصيام أشياء هي: الأكل ولو قدر سمسمة أو أقل عمدا غير مكره عالما بالتحريم، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء. ملاحظة: لا يضر غبار الطريق أو غربلة دقيق، هذا الغربلة يعني لما يغرب الطحين، لعسر التحرز عنه، ولا يضر تذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه أيضا، مجرد التذوق ثم يمجه ويمضمض فمه حتى لا يبلع ريقه المتغير بالطعام. ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق، بالغ يعني أكثر إدخال الماء إلى الداخل من باب المضمضة أو الاستنشاق، فدخل الماء إلى جوفه أفطر. هذا إن كانت المبالغة لغير تطهير فم مثلا، يعني لغير ضرورة، فهذا أفطر. وإذا أخرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده وبلعه أفطر، يعني البصاق. أما فعل هذا يعني يمر لسانه على الشفتين ثم يبلع الريق، هذا لا يفطر. أما ما دام متصلا باللسان فلا يفطر إن بلعه، وإذا جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا يعني غير متغير لم يضر. أما ابتلاع البلغم ففيه تفصيل، فإن كان البلغم بلع من ظاهر الفم فإنه يفطر. يعني عند الشافعية إذا الواحد كان وصل البلغم إلى ظاهر الفم، يعني تجاوز مخرج الحاء إلى الخارج، هذا ثم بلعه أفطر، وإن كان مما تحت مخرج الحاء فلا يفطر. أما عند الحنفية ففيها تسهيل أكثر، وهي: والبلغم لا يفطر عند الإمام أبي حنيفة ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان طالما لم ينفصل. أما إذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر أو غيرها، يعني غير السيجارة، أفطر. وإذا غلبه القيء ثم انقطع ثم بلع ريقه قبل أن يطهر فمه فسد صيامه، لأن هذا الريق تنجس بالقيء الذي وصل إلى فمه. أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من شارب السيجارة الذي يجالسه في السيارة مثلا فإنه غير مفطر، وكذلك دخان البخور وشم العطور هذا لا يفطر، بخلاف دخان السيجارة لمن يشربها كما ذكرنا، لأنه تنفصل من التنباك المحترق ذرات صغيرة تصل إلى جوف شاربها. فلا تلتفت إلى الفتاوى التي ترمى شمالا ويمينا من غير والعياذ بالله تعالى ضبط، ويقول هذا يفطر وهذا لا يفطر، وهذا يكون بلا دليل، وباتفاق العلماء يخالفون العلماء يخالفون الإجماع، فتنبهوا. والحقنة في القبل والدبر مفطرة، وكذلك القطرة في الأنف إذا تجاوزت الخيشوم تفطر، والأذن هذا أيضا مفطر إذا وصل الدواء إلى الجوف، وعلى قول القطرة في الأذن لا تفطر، وهذه كمان رخصة لإلنا يا أحباب. وعند الشافعية حتى هذا بعض الناس يدخلونه هذا يفطر أو
القطنطيش بيقولوا لها، يعني هذه التي يحكش بها الأذن، هذه أيضا تفطر عند الشافعية. وأما القطرة في العين فهي غير مفطرة في مذهب الإمام الشافعي، وأما عند المالكية ففيها تفصيل. وكذلك الإبرة في الجلد والشريان والعضل، الإبرة بالشريان والإبرة بالعضل هذه لا تفطر ولو كان فيها غذاء، ولو كانت المصل بقولوا له أو نحو ذلك. ومن أغمي عليه في نهار الصيام وأفاق ولم يستغرق كل اليوم فلا يفطر، يعني إذا أغمي عليه ساعتين ثلاثة مثلا لا يفطر. أما إذا استغرق الإغماء كل اليوم من الفجر حتى الغروب لم يصح صيامه. أما إذا طرأ جنون ولو للحظة أفطر. وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب أفطرت. أما الصائم النائم إذا احتلم فلا يفطر، خرج منه المني بالاحتلام ما عليه معصية ولا يفطر، وإذا اغتسل يجوز له، بخلاف خروج المني من الصائم بالاستمناء، والاستمناء حرام رمضان وغير رمضان، حرام أن يستمني بيده إلا بيد الزوجة هذا جائز، لكن برمضان أثناء الصيام حتى بيد الزوجة لا يجوز. أو مع المباشرة عمدا لا ناسيا، أما من كان ناسيا أنه في رمضان أنه صائم فهذا أثم بالاستمناء ولكن لا يفطر. ويفسد صيام من جامع في نهار رمضان عامدا ذاكرا للصوم مختارا ولو لم ينزل المني. أما من جامع ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه. ومن استيقظ جنبا من جماع أو غيره فإنه يصوم نهاره ويغتسل للصلاة، صح صيامه وبد يغتسل لأجل الصلاة. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، رواه البخاري. ومن مفسدات الصيام التلفظ بالكفر عمدا أي بغير سبق لسان، لأن سبق اللسان خروج الكلام بغير إرادة منك هذا ليس كفرا ولا يفطر. ولو كان الشخص مازحا أو غاضبا، المزح والغضب ليس عذرا للكفر يا أحباب، باختياره ذاكرا للصوم أو غير ذاكر. وكذا الوقوع في أي نوع من أنواع الكفر، لأنه لا تصح العبادة من كافر، لا تصح العبادة إلا من المسلم. وأما تقبيل الزوجة المحرك للشهوة فمكروه، فإن خشي يعني دون الحرام، فإن خشي الإنزال فحرام، لكنه لا يفطر إلا إذا أنزل المنية. أما حديث هذا انتبهوا يا أحباب، هذا لا أصل له ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس يفطرن الصائم: النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة، فلا أصل له يعني مكذوب، بل هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضها يذهب ثواب الصيام كالنميمة. يعني انتبهوا يا أحباب، اللي بيقع بالنميمة وهو صائم ذهب ثواب هذا اليوم. ما يجب على المفطر عامدا في رمضان؟ الإفطار عمدا في رمضان منه ما يوجب القضاء فقط، وهو الذي أفطر بسبب المرض ما عليه معصية. ومن كان في سفر طويل مباح، ليس سفر معصية، أفطر في هذا السفر فعليه القضاء فقط. والحائض والنفساء والذي ترك الصيام في رمضان بدون عذر، أو كان صائما فأفطر بمفطر غير الجماع، ترك الصيام في رمضان بدون عذر، هذا شعل عليه القضاء وعليه المعصية لكن ما عليه الفدية. والحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما، فهؤلاء جميعا عليهم قضاء كل يوم بيوم فقط، يعني بدون الكفارة أو فدية. ومنه ما يوجب القضاء والفدية معا،
يعني يلزمه القضاء ويلزمه الفدية، وهو الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما فأفطرتا، يعني خوفا على الولد أفطرت المرضع أو الحامل، فعليهما القضاء والفدية. شيء الفدية مد من غالب قوت البلد لكل يوم، يعني مد من قمح. ومن كان عليه قضاء من رمضان حتى جاء رمضان آخر فعليه مع القضاء الفدية عن كل يوم مد. ومنه ما يوجب الفدية فقط، يعني بدل الصيام، وهو الشيخ العجوز الذي لا يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة، فإنه يفطر ويفدي عن كل يوم مد. بيطلع كل يوم بيومه مد. المريض الذي لا يرجى شفاؤه فلا صوم عليه ولا قضاء، وإنما يجب عليه عن كل يوم الفدية فقط، وهي مقدار ما يغذي ويعشي عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وعند الشافعي مد قمح أو غيره على حسب قوت البلد الغالب. في بعض البلاد الأرز. ومنه ما يوجب القضاء والكفارة معا، هو الذي أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامدا باختياره ذاكرا للصيام، ولا رخصة له في فطره ولو لم ينزل المني بمجرد الجماع، فإن عليه قضاء هذا النهار الذي أفسده كما يجب عليه الكفارة. شيء الكفارة ما هي؟ والكفارة على هذا الترتيب: عتق رقبة مؤمنة إذا كان عنده عبد أو بيقدر يشتري عبد يعتقه، أما أو عبد مملوك ذكر أو أنثى، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين غير اليوم اللي بده يلزمه قضاؤه غير يوم القضاء، فإن أفطر خلال الشهرين يوما ولو لمرض استأنف، يعني أعاد، سبحان الله، بده يصوم شهرين متتابعين. فإن عجز عن الصيام أيضا فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من غالب قوت البلد. يقول المؤلف رحمه الله: ما يستحب في الصيام. ويستحب في الصيام أشياء، وهنا لا يريد الحصر يا أحباب، وإنما أراد ذكر بعض المستحبات. فقال: تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه مسلم. فإذا تأكدت من دخول المغرب تعجل بالفطر ولو بالماء، والأفضل أن تفطر على تمر وإلا فعلى ماء. ويستحب أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وذلك قبل أن يصلي المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه أبو داود. ويقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر. ولا بد قبل الإفطار من التحقق من خروج الشمس، ولا يكفي الاعتماد على أذان أي كان، فإنه قد يحصل تسرع في إعلان الأذان قبل وقته، كما حصل في الماضي في بعض الإذاعات. يعني لا بد يا أحبابي من التأكد، وأما المؤذن الثقة يؤخذ به، فهذا المؤذن يعني الذي يؤذن مباشرة ليس تسجيلا موضع له يجوز أن تعتمده. تأخير السحور إلى آخر الليل وقبل الفجر ولو بجرعة ماء، يعني لو الواحد ما معود يأكل بالليل وأراد أن لا يأكل ليلا، هذا ولو على ماء تحصل السنة. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه مسلم. وكذلك يتأكد في حق الصائم صون لسانه عن الكذب والغيبة والكلام البذيء وغير ذلك من الأمور المحرمة، لأن الإنسان يا أحباب يحفظ لسانه في أي حال رمضان وبغير رمضان، لكن يتأكد هذا لأنه شهر الطاعات، فلذلك أنت تحفظ لسانك من هذا، وهذا اللسان
النبي قال صلى الله عليه وسلم فيه: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. فاعلم أخي المسلم أن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون من الصبر على عذابه. الله ينجيه وإياكم من عذاب الله. فكف بطنك عن المحرمات وقت الإفطار، يعني لا تأكل إلا ما حل، وهذا في رمضان وغير رمضان. وغض بصرك عن النظر المحرم، لأن هذا فيه إعفاف للنفس. والكلام البذيء المنهي عنه كالكذب والغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره لغير سبب شرعي بما فيه في خلفه. هذه الغيبة من أكثر أسباب عذاب القبر، هي والنميمة والتضمخ بالبول. وكف عن الفحش والخصومة والجفاء والمراء، أي بدك كسر نفس قد الإنسان يصبر لله ويعفو ويصفح لله تبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الصوم جنة، أي وقاية، يعني فيه حفظ. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، يعني لا يجامع ولا يقع في الحرام. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم، معناه الأحسن أن لا يرد عليه. وهذا حتى في غير رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن امرؤ عيرك بما لا يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه. وكما يتأكد في رمضان كف السمع عن الإصغاء إلى كل ما حرم الإصغاء إليه، يعني كما تحرم النميمة والغيبة يحرم الاستماع إليها. فكف السمع عن الاستماع إلى الغيبة والنميمة وإلى الأصوات المحرمة كآلات اللهو المحرمة. وكف بقية الجوارح من اليد والرجل عن المعاصي والآثام والمكاره. وكما يندب كثرة الجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا ويزيد جوده عليه الصلاة والسلام وكرمه في رمضان. وصلة الرحم، وهذه فرض، لأن صلة الأرحام هذه فرض من أحب الفروض إلى الله عز وجل. وكثرة تلاوة القرآن، يعني بأن نقرأ القرآن ونعطي كل حرف حقه. والاعتكاف في المسجد ولا سيما في العشر الأواخر. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، رواه مسلم. وأن يفطر الصوام، وهذا شيء حسن يا أحباب، وأذكر كل واحد منا أن ينظر إلى الملبوفين والمحتاجين وإلى الفقراء، ولا يا أحباب تنسوا الأيتام والأرامل والذين لا يستطيعون حتى أن يأتوا بالطعام لأهلهم ولو في رمضان. لذلك هذا شهر العطاء، هذا شهر السخاء، هذا شهر الكرم والجود، فعليكم بهؤلاء يا أحبابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى الحديث أنه يكون له أجر عظيم يشبه أجر الصائم، لا أن له مثل أجره تماما من كل الوجوه، لأن الصائم هذا يصوم الفرض، أما تفطيره فهذا من السنة، يعني الفرض أعلى من السنة. وكذلك معنى مثل ما ورد في هذا الحديث كحديث: من قرأ قل هو الله أحد، فكأنما قرأ ثلث القرآن، أي له ثواب يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن. وأن يقول: إن شوتم إني صائم إني صائم، يعني لا يرد على هذا الذي شتمه. تنبيه: من مات وعليه قضاء من رمضان صام عنه وليه، يعني إن شاء ذلك.
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه مسلم، يعني كأبيه أو أخيه وولده ونحو ذلك. الأيام التي يحرم الصيام فيها، يوجد أيام لا يجوز لنا أن نصومها: يوم عيد الفطر الذي أصلى فيه صلاة العيد، يعني الأول من شوال، أما الثاني والثالث الذي يأتيه في بلاد الشام أن يقال يوم الثاني والثالث من أيام العيد، هذه عطلة العيد، لكن هو العيد يوم واحد وهو الأول من شوال. يوم عيد الأضحى الذي تصلى فيه صلاة العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، أما الأيام الثلاث التي تلي فهي أيام التشريق يأتي كلامنا عليها. فقد روى مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يعني من جملة ما نهى عنه، نهى عن صوم هذين اليومين. أيام التشريق الثلاثة وهي التي تلي يوم عيد الأضحى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. رواه مسلم. فلا يجوز صوم هذه الأيام، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية هلال رمضان ولم يشهد به أحد، أو شهد عدد ممن لا يثبت الصيام بقوله، من فسقة ونسوة وصبيان ونحوهم، أنهم رأوا هلال رمضان، يعني ما أحد من العدول قال أنا رأيت هلال رمضان، إنما تكلم من لا يثبت بكلامه للعموم، فهذا اليوم نتم به عدة شعبان ثلاثين. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه بقوله: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري. النصف الأخير من شعبان، كذلك يا أحبابي لا نصوم النصف الأخير من شعبان إلا بحالات. ما هي؟ فلا يصح صومه إلا أن يصله بما قبله، يعني صام مثلا 14 15 16 فهذا لا بأس، أو صامه عن قضاء، كان عليه قضاء فيجوز له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان، أو نذر، كان قد نذر قبله فينفذ النذر في هذا فلا بأس، أو صوم اعتاده، يعني كان معود مثلا عنده عادة بصوم اثنين خميس، فهذا له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان. ويندب صوم ستة من شوال، وتندب متتابعة تلي العيد، فإن فرقها حصلت السنة، يعني لو لم يصلها المهم أن تكون ضمن شوال بعد العيد. فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال العلماء بأن رمضان شهر، والحسنة بعشر أمثالها، عشرة أشهر، واليوم بعشرة أيام، يعني ستين يوم شهرين، فكأنه صام السنة، فكل سنة يفعل ذلك كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ومن دخل في صوم فرضا أداء كان أو قضاء أو نذرا حرم قطعه، الفرض لا يجوز قطعه من صلاة وصيام وحج، أما إذا كان نفلا هذا الصيام جاز قطعه، وكذلك الصلاة إن كانت نفلا جاز قطعها، لكن إن كان لغير عذر مكروه. أما الحج والعمرة النافلتين فبالدخول فيهما يجب إتمامهما. زكاة الفطر وهي زكاة عن البدن لا عن المال، واجبة على كل مسلم فضل عن نفقته ونفقة من يقوته، يعني من يجب عليه
نفقتهم يوم الفطر وليلته، والمراد بالليلة الليلة التي تلي يوم العيد. وفي الأصل الليل يسبق النهار، يعني نحن اليوم مثلا في هذا اليوم على افتراض يوم الجمعة، فيسبق الليلة يعني الخميس عنا نحن نقول عشية هي ليلة الجمعة، الليل يكون قبل النهار في هذا اليوم، لكن هنا أريد به الليلة التي تلي، لأن الناس في العادة يبدأون الزيارات ونحو ذلك من بعد صلاة العيد، لذلك يكون الليلة التي تلي. فمن زاد على نفقته ونفقت من عليه نفقتهم وجبت عليه زكاة الفطرة. صاع من غالب قوت البلد، هذا الصاع، هذا المد يا أحباب، أربعة أمداد من هذه يقال لها صاع. والصاع النبوي مقدار أربع حفنات بالكفين المعتدلتين، يعني مش أي كف، إنما بدها تكون كفه معتدلة، وتعطى لفقير محتاج ومن يستحق الزكاة. وهنا يا أحبابي نذكر أن الإنسان لا يدفع زكاته حتى زكاة المال، الذهب، التجارة، لأي إنسان لا بد أن يكون مستحقا، ومن جملة ذلك أنه يكون غير منسوب، لأن المنسوب بالنبي وهذا شرف له، هذا لا يأخذ الزكاة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الزكاة لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويجب على الرجل فطرة زوجته ولو كانت غنية وأولاده، يعني بهم دون البلوغ، الذين هم دون البلوغ، وكل قريب هو في نفقته، يعني من تجب عليك نفقتهم يجب عليك أن تخرج عنهم زكاة الفطرة، أي ممن تجب عليه كالآباء والأمهات الفقراء، لأن الأب إذا كان مكتفيا هو يدفع عن نفسه، وكذلك الأم. ولا تجب زكاة الفطر عن الكافر، ولا يصح إخراج زكاة الفطر عن الولد البالغ إلا بإذنه، فليتنبه لذلك، فإن كثيرا من الناس يغفلون هذا الحكم فيخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه. والكلام هنا يا أحباب عم نتكلم في المذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وفي أداء زكاة الفطر لا بد من النية مع الإفراز، يعني عندما تعزل القدر الذي ستدفعه زكاة تنوي، كأن يقول بقلبه هذه زكاة بدني بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان على من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، يعني من أدرك جزءا من رمضان جزء من شوال هذا واجب عليه بالشروط اللي ذكرناها أنه يخرج زكاة الفطرة. أما هل لها وقت جواز؟ نعم في رمضان. فعلى هذا تجب على الولي عن المولود الجديد الذي ولد آخر أيام رمضان إن أدرك شوال، ويجب أداؤها قبل غروب شمس يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه بلا عذر، ويجوز تعجيلها، أنتين يعني من أوائل رمضان في تدفعها، من أول رمضان، طيب أنتين وقت الفضيلة، والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. بعض ما ورد في صيام رمضان وأذكاره. عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، يعني بعث لكم الملائكة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، الله يدخلنا الجنة بسلام، وغلقت أبواب النار أجارنا الله منها، وصفدت الشياطين يعني شدت وأوثقت بالأغلال. رواه البخاري ومسلم. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، يعني ثبتنا على الإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، هذا أفضل أيام السنة يوم عرفة، أما ليلة القدر هي أفضل الليالي، قال: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني الآتية. رواه مسلم، يعني يغفر لك ذنوب السنة الماضية والباقية. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، وهذا الشهر يستحب صيام التاسع والعاشر والحادي عشر كما ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني قصد بهذا طلب الرضا من الله ابتغاء مرضات الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، يعني إن أكرمتني أحباب كذلك برؤية ليلة القدر لا تنسونا من الدعاء، وقولوا كما قالت السيدة عائشة علمها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهنا ذكر بعض أشياء حصلت في شهر رمضان مما حدث فيه. أنزل القرآن الشريف ليلة القدر في 24 من رمضان دفعة واحدة من اللوح المحفوظ، أنزله جبريل عليه السلام إلى بيت العزة، وهو مكان يحاذي الكعبة في السماء الأولى في السماء الدنيا. وأنزلت صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضان، كانت الكتب التي نزلت عليه 10 كتب. وأنزلت التوراة على سيدنا موسى عليه السلام في 6 من رمضان، التوراة الصحيحة. وأنزل الإنجيل الصحيح على سيدنا عيسى عليه السلام في 13 منه، كان فتح مكة في 17 من رمضان في 8 للهجرة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الرحيم يقول لقومه الذين أخرجوه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه الرحمة. مقتل سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه بالكوفة على يد عبد الرحمن بن ملجم
سنة 40 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وقعة عين جالوت في فلسطين حررها الله يوم الجمعة في 25 من رمضان في 7 الهجري، وانتصر فيها سلطان ديار مصر الملك المظفر سيف الدين رحمات الله عليه. وقعة بدر الكبرى في 17 من رمضان سنة 2 للهجرة، فتح الأندلس في 28 من رمضان في سنة 92 للهجرة بقيادة طارق بن زياد رحمه الله. فرضت زكاة الفطر سنة 2 للهجرة قبل العيد بيومين. يا أحبابي، هنيئا لمن اتقى الله، هنيئا لمن ملأ وقته بالنافع والمفيد. الوقت عزيز عليك، قال بعض الصوفية، فاشغله بأعز الأشياء وهو الله تبارك وتعالى، أي بطاعة الله. لذلك يا أحباب، هلموا للخيرات وانشروا هذا الكتاب وانشروا هذا الدرس لله تبارك وتعالى. علموا الناس أن الله تعالى لا يحتاج إلى شيء. اخرجوا إلى الناس، علموهم أن الله لا يشبهنا، أن الله ليس كمثله شيء. علموهم صفات الأنبياء وأنهم معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة والرذالات والسفاهات قبل النبوة وبعدها. حذروهم من أنواع الردة حتى يعرف الواحد ما هو الشر ويجتنب هذا الشر. علموهم أن من وقع في الكفر لا يعود للإسلام بقول أستغفر الله، بل يعود بالشهادتين مفتاح الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين، واعف عن كل من يسمع هذا الدرس وينشره بين الناس يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.